انا فاكر ايه، كنت في حته كده بعيد طبعا عن القاهره، بخدم فيها حوالي 150 كيلو، وكنت بنزل القاهره كتير عشان كنت بدرس وبعمل ماستر وبتاع، فرايح جاي على الطريق. وانا لما اسوق كان عندي حاجه مش طبيعيه لغايه دلوقتي، نشكر ربنا، في الغالب بنام. اول ما اسوق ابقى ريلاكس قوي، لو حد سايق جنبي عمري ما اعرف اغمض عيني، يعني بالعافيه لو ميت بقى هغمض عيني، لكن الطبيعي ان انا لما اسوق انا ببقى ريلاكس، مطمن انا بسوق كويس، وفي الغالب ما بسوقش بقى عشان ببقى نايم يعني. فاتفقت مع نفسي لو نمت بالنهار، لو نعست قوي اركن وانام في العربيه يعني، لو نعست بالليل او الضلمه داخله اخش اي بلد بقى، انتوا عارفين الارياف في مصر يعني حلوين او طيبين خالص، مش زي المدن يعني، اخش اي قريه كده على الطريق، الاقي مثلا جزمجي، بقال، اي حد حاطط صوره للمسيح ولا مريمينا ولا البكره، اخش اسلم عليهم واقول لهم يا جماعه انا ابونا ونعسان وعاوز اغسل وشي واشرب كوبايه شاي، يقول لي اتفضل يا ابونا وبتاع. لو ما لقيتش خالص الاقي بنت معلقه صليب، اقول لها حبيبي انا ابونا وغريب، ممكن تقولي لبابا وماما بس اشرب عندهم شاي ولا، يقول لي اتفضل يا ابونا، يعني الناس طيبين قوي يعني، وانا في الغالب رايح جاي نعسان فبعمل كده على طول. فجيت في مره بقى وانا ماشي على الطريق، لقيت بلد دخلت فيها، قعدت الف الف في البلد ما فيش صريخ ابن يومين عشان كانت ضربه مدفع، فمش لاقي حد، والبلد عامله زي القريه المهجوره يعني. فقلت لا، ده انا امن لي انام على الطريق السريع من ان انام في البلد المهجوره دي. وانا خلاص هطلع على الطريق السريع، لقيت عياده دكتور، عياده دكتور، والدكتور ده اسمه بقى ايه؟ مسيحي مسيحي مجعلص، شنو ده، فلتقوس بنيامين، حاجه كده يعني مش هتغلط يعني. بس طبعا انتوا عارفين ان ممكن يبقى دكتور عياده دكتور مسيحي ومؤجرها لحد غير مسيحي يعني. anyway انا قلت بالتاكيد ما فيش دكتور دلوقتي، دي ضربه مدفع، ما حدش هيبقى موجود، فرصتي اخش احجز واشرب كوبايه شاي يعني، اقول التمرجي ولا حاجه يديني كوبايه شاي كده وبتاع، واغسل وشي وقبل الدكتور ما يجي اهرب بسرعه. خبطت على الباب، هو بلد صغيره فكل المباني يعني غلبانه، خبطت على الباب وبتكلم بانعره قوي بقى، طلعت لي ممرضه، الدكتور موجود؟ قالت لي موجود. يا نهار ابيض، يا ريته ما كان موجود. طب قعدت افكر بقى في حاجه موجوعه فيا، اي حاجه كده، مش حتى ما عنديش هدك يعني، ما عنديش صداع، انا كويس قوي. طب يا رب خليه مسيحي، طب يا رب يبقى الدكتور اللي موجود جوه هي ست الممرضه، باين انها مش مسيحيه. فقلت له يا رب طب خلي الدكتور بقى ولا مسيحي. فالست ما ادتنيش فرصه، فتحت الباب، مريض يا دكتور؟ طب انا مش مريض. انا قلت لها طب احجزي لي لو سمحتي، قالت لي احجز لك ايه، هو في غيرك؟ وراحت فاتحه لي. فايه طبعا انا داخل رجل قدام ورجل ورا، يا رب يطلع مسيحي يا رب. فايه دخلت راسي كده شويه، لقيته بيقول لي اهلا يا ابونا، اهلا، اتفضل اتفضل. فدخلت قلت له شوف يا دكتور، انا اقول لك الحقيقه، انا مش عيان، انا نعسان، كل اللي عاوزه كوبايه شاي واغسل وشي واتوكل على، مش هعطل حضرتك، انا هقعد بره بس الله يخليك خليها تعمل لي شاي بس. فقال لي لا يا ابونا، على فكره النهارده مش اليوم بتاعي خالص، انا باجي البلد دي مره واحده في الشهر عشان اكشف على الفقراء بتوع القريه. قال لي انا بدات هنا زمان وانا صغير، بس دلوقتي عندي مستشفى كبيره في الحته الفلانيه وعندي عياده في الحته، يعني حاجات كلها فخمه قوي. قال لي بس انا من 10 ايام تعبان نفسيا جدا، فقلت اروح في الحته البسيطه اللي انا بحس فيها بالراحه بتاعت زمان، العياده بتاعتي بتاعت زمان. فانا دخلت، الممرضه معديه لقيت العياده منوره، دخلت تشوف، لسه بتقول لي انت جيت لي يا دكتور النهارده مش معادك، رحت انت جاي،
فالحقيقة انت جاي يا ابونا مش عشان الشاي، انت جاي عشاني انا. قلت له طيب خلاص، بس خليها تعمل لنا شاي برضه. فراح قال لها يا ام اعملي لنا شاي انا وابونا، وتفضلي روحي اكلي عيالك يعني. فالمهم قعدت معاه، انا اللي هكشف بقى. قلت له خير يا دكتور، ايه اللي تعبك؟ قال لي بقالي 10-15 يوم يا ابونا هتجنن، عندي فكرة ان انا هموت، والفكرة قوية جدا جدا ليل ونهار، لا عارف اشتغل، لا عارف اشتغل وانا عارف اعمل اي حاجة، لان الفكرة قتلاني، فانا مشلول ومش عارف اعمل ايه. فانا بسلامة نية قلت له ايه، طب انت خايف ليه؟ قال لي خايف لموت. قلت له طب ما تموت، ايه المشكلة؟ ما كلنا هنموت يعني، لو ربنا عاوزك تموت موت، مش بتعترف وتناول، هات في بطنك بطيخة صيف هتخش السما. قال لي الحقيقة انا بقالي حوالي 42 سنة لا اعترفت ولا تناولت ولا دخلت الكنيسة الا للمناسبات. قلت له ما فيش مشكلة، لسه انت عايش، اعترف وتناول وموت، يعني ربنا اداك الفكرة اتس اوكي. قال لي ما انا رحت النهاردة الكنيسة، كان يوم جمعة، وابونا منه لله قال اللي مش معترف يطلع برا الطابور. قلت له بس لو قلت له ان انت هتعترف بعدين هي كان هيناولك. قال لي لا انا مش هتناول، مش هعترف. قلت له ليه؟ قال لي انت عاوزني انا بعد السن ده كله، كان هو قرب على الستينات، كان بعد السن ده كله اقعد مع ابونا اقول له كنت بعمل ايه في شبابي وافضح نفسي؟ قلت له ما فيهاش فضيحه ولا حاجه، انا راجل بتكسف قوي يعني، بتكسف ان اتعرى، لكن لما بروح للدكتور ما بتكسفش، لان الدكتور بيشوف زي الافات يعني. قال لي لا 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 يا ابونا، لا لا لا، شوف لك طريقه تانية، انا مش هقدر اعترف خالص. قلت له الاعتراف ما فيهوش مشكله يعني، وانت في عينينا ابونا بتبقى احسن مش اوحش. قال لي ابونا انسى، مش ممكن اعترف، وكان بيتكلم بنرفزه شويه. قلت له طب هقول لك يا دكتور، هسألك سؤال، كل الناس بتتنرفز، حضرتك مش بتتنرفز؟ قال لي لا طبعا، ما انا لسه متنرفز عليك دلوقتي، ما انا بتنرفز على طول، ويعني عندي التمب عالي قوي. قلت له طيب، مثلا تلاقي كل الناس بتكذب، يقول لك كذبه بيضه كذبه حمراء، بس ايه كذبه يعني؟ حضرتك بقى مش بتكذب يا دكتور؟ لا حقيقة واحد بيكذب كتير قوي يعني، وصدقني يا ابونا غصب عن الواحد ساعات حتى على المرضى وما بنقدرش نقول لهم الحقيقه ومش عارف. قلت له طيب كل الناس بتعمل كذا، انت ما بتعمل؟ كل الناس وهي في شبابها كانت بتعك، وافكارها مش نظيفه، وفي منهم عملوا حاجات كتيره وحشه، انت كنت ملاك بجناحين؟ قال لي ده انا كنت خاربها يا ابونا، بس طبعا انا بطلت الكلام ده من ساعه ما اتجوزت بقى واتلميت يعني وبتاع. حلو، اقول له الخطيه؟ يقول لي ايوه، لا بطلتها لسه بعملها. فجيت في الاخر قلت له اديك اعترفت، مش ممكن اعترف ابدا. قلت له لا بقى، انت هتجنني ولا ايه؟ بقول لك انت اعترفت اوريدي. قال لي ازاي؟ قلت له مش انا سالتك وانت قلت لك خطاياك، وانا ابونا سمعتها، هصلي لك وتبقى اتغفرت. قال لي صحيح يا ابونا، هو ده الاعتراف؟ قلت له دردشه مع ابونا بس كده. قال لي بجد انا كده اعترفت؟ قلت له قال لي اتغفرت لي كل خطاياي؟ قلت له اللي احنا قلناها يعني، لو عندك حاجه تانية قولها. قال لي انا في ثانوي حصل معايا الموقف الفلاني، الله يحلك، وانا في الجامعه قابلت مش عارف مين وعملت كده، الله يحلك. الراجل ايه اعترف بكل حاجه. فقلت له خلاص انت كده كل خطاياك اتغفرت، تعالى صلي لك التحليل. ما رضيش خليني اصلي له التحليل، ركع بالبدله الفخمه بتاعته على الارض اللي هي مطرقه تراب، وبقى فرحان قوي وقريت له التحليل. وبعدين قعدنا نحكي ونشرب الشاي بقى مع بعض وكده، فعرفت ان انا اعرف مراته وعياله كويس قوي، بس انا عمري ما شفته هو. فقال لي يبقى انت ابونا بشوي بقى اللي بيحكوا لي عنه ده، انا حظي حلو وبتاع. خلاص وكملت طريقي بعد ما شربت الشاي، فوقت شويه وكده وكملت الطريق للقاهره. بعديها بشهرين قابلت ابنه، هو كان في طب برضه، فبقول له ايه اخبار بابا؟
قال لي يا ابويا انت عمرك ما قابلت بابا. قلت له لا انا قابلته، قابلته في الحته الفلانيه في عياده مقطوعه كان مهجوره بلد تعبانه، ورحت قال لي يا انت قابلت بابا امتى؟ قلت له يوم الجامعه كذا. قال لي انت اللي خليت بابا قديس؟ قلت له هو بقى قديس؟ قال لي ده رجع يصلي ويصوم وبقى حنين علينا جدا وبقى جميل. ويوم الثلاث طلع السماء، يعني هو تناول طرف الجمعه وتناول سبت وحد، ويوم الثلاث طلع السماء. وكان الاحساس اللي عنده ان ربنا هياخده كان احساس مظبوط، وكان ربنا بيديله اخر فرصه. تخيل لو كان الراجل ده ضيع الفرصه الوحيده بتاعته لما قابلني كان هيروح فين؟